بداية المباراة من أول هجمات المباراة النصر يفتتح التسجيل عن طريق مشعل فواز بتسديدة جميلة سكنت شباك الحارس نواف المنصور. الساحل حاول العودة إلى اللقاء وكرة محمد جمال أبعدها خليفة رحيل إلى ضربة ركنية. النصر يجرب من سلاح التسديد من كرتين، الأولى وصلت إلى المنصور والثانية أبعدها نواف المنصور ببراعة لينتهي الشوط الأول بتفوق النصر بهدف نظيف. الساحل يبدأ الشوط الثاني ضاغطا وكاد خليفة رحيل أن يقع بالمحظور. أحمد الرياحي سدد كرة زاحفة جميلة مرت بجانب مرمى الساحل. محمد جمال لم يستغل خطأ المدافع روبن وأضاع هدف التعادل على الساحل. ماتيوس هينريك يسدد من خارج منطقة الجزاء والمتألق رحيل النصر يبعدها ببراعة لتنتهي المباراة بفوز نصراوي بهدف مقابل لا شيء.